القول ديالي كان جد إيجابي، الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله حنا تيقن التاريخ وصلنا وعازمين أننا نقدموا مونديال التاريخ إن شاء الله اللي فرحنا نحن المغاربة كامل. وكما كعرف الجميع أننا نحن المغاربة شعب شغوف كرة القدم، كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم الدائم، وكنشكرهم من هذا المنبر، وإن شاء الله يكونوا معنا في المقابلة القادمة كما هذه المقابلة اللي فاتت، إن شاء الله نفرحوا كاملين إن شاء الله. صراحة ما كاينش علينا شي ضغط، صراحة جميع اللاعبين تيقين في رؤوسهم، والمدرب كيما حنا ثقة كبيرة، هذا الشيء اللي كيخلينا أننا نقدموا أداء جيد، وإن شاء الله كما قلت لك نزيدوا ونشتغلوا أكثر باش نفرحوا حنا الشعب كامل المغربي. من اليوم غنبداو نخدموا مزيان ونبريباري باش نديروا واحد الماتش يكون زوين ويكون فيه ريزولتا زوين بحال البارح ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله داكشي من عند الله، ولكن حنايا غنبريباري وغنبقاو نخدموا بالريكوبيري وباش نديروا واحد الريزولتا زوين.